ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أن تعلم علم اليقين أن القرآن شفاء، أن القرآن شفاء، ليس القرآن دواء بل القرآن شفاء. الدواء قد يشفى بسببه الإنسان وقد لا يشفى، أما القرآن فشفاء، شفاء للأمراض الحسية والمعنوية. تعلم علم اليقين أن القرآن يشفى به قلبك فتقرأ القرآن، وأنت تعلم هذا وتعتقد هذا، لأن الله قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً.